بنحضر ليه كويس ان شاء الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعمل مباراة كويسة قدامهم وتليق باسم النادي الاهلي وبمصر ان شاء الله. طبعا بنشكركم الشعب المغربي والشعب الشقيق، بنشكرهم على دعمهم ومساندتهم، واتمنى ان شاء الله باذن الله بكره يساندونا ونرفع راس مصر ونرفع راس المغرب ان شاء الله والامه العربيه. طبعا فرود اهم فرود في العالم حاليا، طبعا اي فرود بنحضر ليه كويس وبنجهز ليه كويس ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله ونعمل ماتش كويس كده ويا رب نكسب ان شاء الله. يعني وعدكم للشعب المصري نتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفرحهم ان شاء الله. شكرا. من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور.